معي لكم بتجربة اليوم الهيونداي سانتا في 2018. طبعا هاي السيارة هي احدى خياراتك لما بتكون عم بتدور على سيارة SUV بهاي الفئة لسبع ركاب، وطبعا هي بتتنافس بأسواقنا مع التويوتا راب 4، الهوندا CRV، الكيا سورنتو، وطبعا مع النيسان اكس تريل والرينو كوليوس يلي اختبرت لكم اياها من فترة قريبة. واذا حابين تشوفوا هاي التجربة اضغطوا على الرابط اللي راح يطلع على الشاشة هون. يلا خلينا نتعرف أكثر على سانتا في 2018 ونشوف كيف قدمت لنا معادلة الصناع الكوريين يلي بتعتمد على شكل مميز، مواصفات كتيرة، وبأسعار منافسة جدا. ولا تنسوا كالعادة أنه تشتركوا بقناتنا هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا آخر تجاربنا. الهيونداي سانتا في 2018 بشكل عام من الخارج عم تاخد طابع انسيابي مع خطوط مستقيمة على الشبك الأمامي وخطوط جميلة انسيابية على مقدمة السيارة وعلى جانب السيارة. وشيء مميز كان بالنسبة لي هو خط الشبابيك اللي عم بيرتفع وبنحني للأعلى عند الشباك الخلفي، وهذا هو اللي بيميز السانتا في عن سيارة الجراند سانتا في. والنسخة اللي معنا اليوم عم تيجي مزود بإضاءة LED نهارية، أعلى كشافات الضباب باب هون، وجنوط بقياس 19 انش، ومن الخلف عم تحصل السانتا في 2018 على مصابيح LED ومخرجين من الكروم للعادم. من الداخل تصميم السيارة كمان عم بيحاكي انحناءات السيارة من الخارج وعم بياخد طابع مميز، ولكن بصراحة توزيع وعدد الأزرار الموجودة على التابلو فعلاً بده تحديث، لأنه عم بيقلل الأناقة اللي صارت هلأ متوفرة بسيارات هاي الفئة. وكمان السانتا في مع أنها عم تحصل على بعض المواد الطرية على التابلو، كراسي جلد طبعاً مع تحكم كهربائي، وبالنسخة اللي معنا السقف مغطى كامل بالمخمل، ولكن نوعية البلاستيك المستخدمة وجودتها شوي كمان عم بتقل عن بعض المنافسين للسيارة بهاي الفئة. وأما من الخلف عم بحصل الركاب بصف المقاعد الثاني على مساحة جيدة جداً، 9 لـ3 ركاب بالغين بكل راحة. أما صف المقاعد الثالث فهو صغير شوي مساحته، وبظن أنه بيوسع بيكون مريح أكثر لاستخدامه لجلوس الأطفال. ولكن السانتا في عم بتعوضك عن كل هاي المساحة القليلة ورا مع عملية كبيرة، فأنت بتقدر طبعا تحصل على 7 ركاب مثل ما قلنا بالسيارة، أو بتقدر تطوي الكراسي لتحصل على مساحة لـ5 ركاب أو 4 أو 3، أو طبعا لراكبين لتحصل على أكبر مساحة بصندوق الأمتعة اللي طبعا بابه بيفتح كهربائيا. وهلأ منوصل لإحدى أهم ميزات السانتا في، وهو شيء تعودناه من الصناع الكوريين خاصة هيونداي، وهي المواصفات اللي عم نحصل عليها بسعر مع النسخة اللي معنا اليوم بيوصل لـ 142 ألف درهم. خلينا نبدأ إنه تقدر تشغل السيارة وتفتحها بدون استخدام المفتاح. طبعا عندك شاشة لمس لنظام الترفيه اللي بيجي مزود بنافيجيشن ومقدر على اتصال بلوتوث، وأيضا لا تحس إنه هاي السيارة مخصصة لمنطقتنا لمنطقة الشرق الأوسط، عندنا زر مخصص لاتجاه القبلة بتكبسه وبيظهر لك اتجاه القبلة مباشرة. وأيضا السيارة عم تيجي مزودة بنظام تكييف كلايمت كنترول ترايزون، يعني ثلاثي المناطق، فأنت بتقدر تتحكم بدرجات الحرارة بالأمام، وأيضا عندك فتحات تكييف للجالسين بالصف الثاني والصف الثالث من المقاعد، وبتقدر أيضا تتحكم بقوة التكييف بالصف الثالث من المقاعد. وأيضا السيارة طبعا عم تيجي مع تدفئة أو تبريد لكراسي الجلد، وأيضا مع باركينج بريك كهربائي أوتوماتيكي مع زر هولد لحتى السيارة تمسك البريك أوتوماتيكيا لما أنت تكون بزحمة أو على إشارة مرورية. أما بلوحة العدادات فعم نحصل على شاشة صغيرة طبعا تظهر معلومات مختلفة بتقدر أنت تخصصها عن طريق الأزرار الموجودين على المقود، والمقود كمان عم نقدر نتحكم بنظام بلوتوث للاتصال، وأيضا نظام تثبيت السرعة الأدابتف كروز كنترول اللي هو تكيفي عم بيجي مع رادار بهاي السيارة.
وطبعا السيارة عم تيجي مع تنبيه بالنقطة العمياء، وأيضا كاميرات بيعطوك وحساسات بيعطوك 360 درجة حول السيارة لتقدر تصفها بكل سهولة، وأيضا السيارة بتنبهك بأي سيارة مارة أو حتى مشاة مارين بخلف السيارة لما تكون عم ترجع بالسيارة لورا. ولأختم لكم كل هاي المواصفات بالسانتا في اللي معنا اليوم كمان عم تيجي مزودة بسقف بانورامي كامل وشاشات للجالسين بصف المقاعد الثاني لحتى يشوفوا المالتي ميديا، وهي طبعا بتهم أصحاب العائلات بالرحلات الطويلة. سانتا في 2018 عم تعطي قيادة جيدة جدا لسيارة بهيك فئة، وهذا عم برجع لعدة أسباب. أولها إنه النسخة اللي معنا مزودة بمحرك V6 3.3 لتر عم بيولد لنا 265 حصان و320 نيوتن متر، وعم بيجي متصل بجير أوتوماتيكي من 6 سرعات. وإذا كنت حابين تعرفوا التسارع من 0 ل 100 هو تقريبا 9 ثواني، لكن الحلو بهذا المحرك إنه عم بياخدك لسرعات عالية بكل سهولة. فمثلا هلأ أنا عم بعمل 150 كيلومتر بالساعة بكل سهولة بهاي السيارة مع هذا المحرك. السبب الثاني اللي بخلي قيادة السيارة كمان فيها ميزة هو وضعيات القيادة الثلاثة اللي عم بيكونوا بين إيكو، نورمال وسبورت. طبعاً بوضع سبورت لا تتوقعوا أنه تاخدوا قيادة رياضية من هاي السيارة، فإحنا عنا بادي رول كتير عالي من السيارة، وشوي على المنعطفات طبعاً ما حتقدر تدخل أي منعطف بسرعات عالية. فكر بوضع سبورت هون أنه هو عم بيعطيك تقل أكبر على مقود القيادة، وبخلي الجير بوكس يمسك السرعة اللي هو فيها لدورات محرك أعلى. والسبب الثالث طبعا هو الراحة اللي عم تحصل عليها بالسانتا في. اولا من هاي المقاعد المريحة واللي هي فعلا مريحة لقيادة المسافات الطويلة، وتاني شيء هو تعليق السيارة اللي وجدته ممتاز جدا بامتصاص كل التعرجات الموجودة باي طريق. ولأختم لكم، السانتا في بالنسخة اللي معنا اليوم فيها زر لتشغيل دفع رباعي دائم اذا حبيت تاخد السانتا في شوي اوف رود. إذا كنت أنت حالياً عم بتدور على سيارة SUV بهاي الفئة وبتتسع لسبع أشخاص، خليني أقول لك نصيحة. الهيونداي سانتا في رح تكون خيار اقتصادي كتير لإلك. ليش؟ لأنه إحنا منعرف حالياً أنه موديل 2019 من الهيونداي سانتا في جاي على أسواقنا قريباً، فهذا بيعني أنك رح تحصل على صفقة ممتازة من الوكيل على موديل السانتا في 2018، واللي هي أصلاً بكل هاي المواصفات اللي حكينا عنها بتيجي بسعر 142,000 درهم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.